بداية لازم أحيي فريق الإعداد اللي عمل هذا الفيلم. فيلم متكامل ومتنوع وإدى صورة خصوصا عن الجانب الإنساني في شخصية هذا الرجل. هذا رجل من يندر أنهم يتكرروا في التاريخ العربي، خصوصا أنه عاش في فترة كانت مليئة بالاضطرابات، ومع هذا ظل محتفظ باتزانه وصفائه النفسي في التعامل مع أعتى الأزمات. ودي هي الحكمة الفطرية. الشيخ زايد ده يعني ما حدش أو ما درس غير إنه درس القرآن والأحاديث في الكتاب، ورضع كل هذا الحب والانتماء العربي من الشيخة سلامة والدته، وملامح نبوغه المبكر ظهرت يمكن الكثيرين ما يتذكروش سنة 46 لما أسند إليه مسؤولية منطقة العين، فحولها من صحراء جرداء إلى شيء مذهل. يعني كانت تعتبر أول علامة مضيئة في الإمارات في هذا الوقت المبكر في حقبة الأربعينات، رغم ندرة المال وندرة الماء، يعني لا في مال قبل البترول قبل البترول، لكن هي الشخصية، هي الروح، هي القدرة على الرؤية المستقبلية، هي الاحتماء بالناس ليكونوا هم السند والذراع والعين اللي بيرى بها الأمور. وده شيء في شخصية الشيخ زايد يمثل علامة أساسية أو مفتاح أساسي لأي واحد عايز يعرف شخصية هذا الرجل وسر نجاحه. الشيخ زايد مش بس عمل بالمناسبة برضو مما يغفل في تاريخه، لم يكن له الفضل في إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة والنموذج الفذ اللي احنا شايفينه، وقادر على الثبات والصمود في عالم خصوصا في أمتنا العربية اللي ما بتدومش فيها وحدة ولا فيدرالية سنة أو اتنين من سنة 71 ما شاء الله لغاية نظم السمانة. هو صاحب فضل أساسي في إنشاء مجلس التعاون الخليجي لما اتفق مع أمير الكويت الراحل الشيخ جابر أحمد صباح سنة 81 بعد 10 سنين من إنشاء دولة الإمارات. شوف التفكير والرؤية المستقبلية، كانت رؤيته وحدوية وحدوية وإدراك وفهم إن إحنا أمة واحدة، وفهم صحيح. على فكرة ده جزء كبير جدا من الناس اللي متكلمة في الفيلم عن عطائه وقدرته على انه هو يسهم هنا وهنا وهنا. اغلب هذه الاسهامات كانت في الدول اللي هو يحس لها بالانتماء العربي والاسلامي، وبالتالي هو كان عنده فهم صحيح لروح الاسلام، لان هو كان دايما يردد المقولة ان المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، وانه يجب انه يشد بعضنا بعضا ونقف جنب بعض. بيترجم هذه المعاني على أرض الواقع بدون طنطنة، بدون صخب، بدون ضجيج. وبذلك هو ما امتلكش قلوب شعب الإمارات ولا الخليجيين، امتلك قلوب شعوب كثيرة جدا في العالم العربي. ما فيش قطر عربي، ما بتكلمش عن علاقات أنظمة، بتكلم عن نبض شعوب. صحيح. إذا ذكر اسم الشيخ زايد تجد الناس تذكره بالخير. ولذلك كان صحيحا أن البعض أطلقوا عليه زايد الخير والنماء.